أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل خير. عامان سوداوان مر بهم العالم بسبب جائحة كورونا التي حصدت أرواح ما يقارب 5 ملايين إنسان، بالإضافة لأرقام هائلة من المصابين، وما زال الحبل على الجرار كما يقول المثل الشعبي. المشهد يزداد قتامة، والسؤال: إلى متى سنبقى أسرى هذا الفيروس ولعنته؟ هل اقتربنا من نهاية هذا التحدي المرهق، أم أننا ما زلنا في بداية المعاناة التي نتخوف أن تستمر لسنوات قادمة؟ وما هو الحل بعد أن ثبت أن اللقاحات ليست حلا سحريا، وأن الإغلاقات والعزلة ما هي إلا إضاعة للزمن والجهد والمال؟ لمناقشة هذا الموضوع الشائك أستضيف الطبيب والمحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات، كما أستضيف الدكتور محمد حسن الطراونة إخصائي الأمراض الصدرية والتنفسية. أهلا بكما. أهلا بك. نبدأ معك دكتور إذا سمحت. كيف ترى الخلاص من هذا الوباء؟ وهل كما تساءلت قبل قليل، هل ما زلنا في بداية الطريق أم نهايته؟ أولا سيدي، مما لا شك فيه أننا قد نعاني الفترة القادمة بسبب انتشار المتحور أوميكرون على الأراضي الأردنية، ولا سيما أننا الآن في نهاية الموجة الثالثة، فأعداد الإصابات تتناقص وإيجابية الفحوصات انخفضت إلى 5%، والمؤشرات الوبائية الأخرى تنخفض، لكن ارتفاع أعداد الإصابات بأوميكرون قد يزيد الأمر تعقيدا، لأن يؤدي إلى أيضا إصابات بأعداد كبيرة، لأن المتحور أوميكرون أسرع انتشارا من المتحورات السابقة بثلاثة أضعاف، ولديه قابلية للإصابة للمرة الثانية ثلاثة أضعاف المتحورات الأخرى، وبسبب احتوائه على طفرة الهروب المناعي، مما يؤدي إلى إصابات بأرقام كبيرة جدا، وهذا قد تكون الإصابات خفيفة ومتوسطة، لكن إذا وصلت العدوى إلى الفئات ذات الاختطار العالي قد نشهد إدخالات إلى المستشفيات، والإصابات بأرقام كبيرة تؤدي إلى ارتفاع في أعداد المجازين أو المعزولين منزليا، وهذا يؤدي إلى التعطل في القطاعات التي تعمل في الدولة، مما قد يؤدي إلى إحداث حالة من الفوضى. فلذلك يجب أن تكون القرارات الآن التي تتخذها السلطات الصحية في الأردن مبنية على آراء علمية بحتة، وأن يكون الملف صحي بحتا بعيدا عن السياسة والاقتصاد. يعني هل من المنطق الدكتور منذر، يعني من المنطق والمعقول أن نربط كل الحالة الوبائية بأوميكرون، أم بالإجراءات بشكل عام وطريقة معالجة الموضوع، خاصة مثل ما قلت قبل قليل في المقدمة، اللقاح ليس حلا سحريا، والإغلاقات لم تثبت نجاعتها، وبالتالي أين نحن؟ نحن الآن بنتيجة حصيلة سياسية سببها أولا غرور العالم وأنانيته. الغرور نتج عن أولا إعلان انتصار مبكر على كورونا. هذا الإعلان كانت النظم السياسية تريد أن تحقق إنجازات بأنها قد انتهينا، وهذا سيضعها في مقدمة الدول التي لديها علم، لديها إمكانيات، لديها قدرة، لكن للأسف هذا لم يحصل. أنانية العالم أن الدول الرأسمالية الغنية والدول الرأسمالية والدول الغنية، حتى أفرق بين نظامين سياسيين، هاتين الجهتين خلال بداية الجائحة تصرفتا كأن العالم هي فقط هي، وبالتالي وزع اللقاح داخل تلك الدول، وأعطيت الأولوية لمواطني تلك الدول، واستثني بقية العالم. الآن الثغرة في بقية العالم، بقية العالم، العالم الفقير في أفريقيا، في بعض آسيا، في بعض الدول التي تعاني من المجاعات والحروب والمشاكل، هذه سوف تكون ثغرة ونقطة ضعف العالم الأناني والمغرور. بالتالي نلاحظ أن المتحورات القديمة صحيح أنها كانت في العالم المتطور المتقدم، لكن المتحورات الجديدة ستكون نتاج للعالم الفقير والعالم الذي يعاني من ضائقة وشح في الموارد. بالتالي بتصوري وبتصوري طبعا
أنه هل جائحة كورونا هي في إطار يجب أن تكون في إطار رؤية شمولية للعالم، ليست محصورة في الإنسان المتطور الأبيض كما يقال؟ لأنه إذا لاحظت في بداية حكم دونالد ترامب حينما قال أمريكا أولا، والصين قالت أنا أولا، وروسيا قالت أنا أولا، وأوروبا منعت حتى عن جارتها بريطانيا اللقاحات، وبريطانيا فعلت نفس الشيء. كان الصراع الأناني على المستلزمات، وبالتالي ترك العالم الآخر. يعني سويس لا تعزل كورونا عن السياسة، ولا يمكن أن تعزلها عن الاقتصاد، مع اعتذاري من الدكتور، لأنه حقيقة الآن الإجراءات الوقائية هي حصيلة ونتيجة للموازنة بين ما هو صحي وما هو تجاري. لأنه لاحظ الآن 4500 رحلة ألغيت على مستوى العالم في أعياد الميلاد، هذه أدت إلى إفلاس شركات كبيرة. بالتالي سينظر العالم إلى هذه الشركات كما ينظر إلى صحة المواطن. لكن بالنهاية لو العالم أدرك أنه البشرية كل واحد، وأن المرض لا يفرق بين دولة غنية ودولة فقيرة، ومجتمع غني ومجتمع فقير، باعتقادي الآن لا نرزح تحت هذا الثقل لكورونا. الآن تأتينا موجة جديدة من أوميكرون، وهي يقال أنها أخف، ولكن ما الذي يضمن أنه خلال مسيرة أوميكرون لا تنتج سلالة جديدة أكثر خطورة؟ وبالتالي أنا بتصوري ما لم تعد البشرية إلى أنسنة الأمراض وتعامل مع البشرية ككيان إنساني يجب أن يعالج فيه البشر بغض النظر عن مشاربهم ومواردهم، بتصوري كورونا بعيدة عن النهاية، بعيدة كثيرة. طيب يعني في سؤال فني طبي اكثر مما هو يعني الدكتور ادخلنا في بعد سياسي، اتفق في جانب معه. تفضل. دعني اعلق على ما تحدث به الدكتور. انا اؤيد بشده على موضوع عدم عداله توزيع اللقاحات، واؤيد بشده على الموضوع الاعلان الانتصار المبكر كما حدث لدى الكيان الصهيوني عندما اعلنوا انهم انتصروا على الوباء ورفعوا الإجراءات، وأمرت السلطات لديهم باستغناء عن الكمامة، ومن ثم حدثت لديهم موجة على الرغم من ارتفاع نسب التلقيح. فعدم الاعتماد على الآراء العلمية هو أمر يؤدي إلى حدوث قرارات غير دقيقة. هذا صحيح. الأمر الآخر الذي أريد التعقيب عنه على كلام الدكتور، الأمر الاقتصادي. كيف يمكن إدارة عجلة الاقتصاد إذا كانت الكوادر التي تدير الاقتصاد مصابة وبأعداد يعني كبيرة؟ يعني أنا عندي سؤال حول موضوع الإجراءات التي يجب أن تتخذ، لذلك إذا بتسمحوا لي أود فقط أنه أحكي في البعد العلمي. التسييس اللي تفضل فيه الدكتور منطقي ومقبول، لأنه بالنهاية هذا الفيروس ضرب العالم، والعالم هو عبارة عن مجموعة مصالح مشتركة. السؤال، معظم الأبحاث منذ أن بدأت المتحورات، يعني الآن نتحدث عن 5 متحورات برزت خلال العامين، 5 متحورات مثيرة للقلق. نعم، هناك مثيرة للقلق. 8 متحورات مثيرة للاهتمام. الرأي العلمي، أنا يعني لا أريد تعقيب منك، الرأي العلمي يقول أن المتحورات عادة تؤشر على ضعف وقرب نهاية الفيروس. ما الذي يجري بالضبط؟ يعني دلتا أقوى كثيرا من متحور أوميكرون. هل هناك يعني تفسير علمي لمفهوم المتحور ومدى خطورته؟ أولا دعني أبين ذلك بلغة مبسطة. أن المتحور هو نتاج لحدوث طفرات، فالطفرة تحدث عندما يحدث هناك نسخ سريع للفيروس داخل الخلية، فيحدث أخطاء في المعلومات الجينية فتحدث طفرات. حدثت آلاف الطفرات لكنها لم تغير من السلوك العام للفيروس. عندما يحدث هناك تغيير للسلوك أو لبعض الخصائص يحدث ما يسمى السلالة أو المتحور، فليس بالضرورة أن يكون المتحور ضعيفا أو قد يضعف الفيروس. هناك تغيرات قد تحصل، قد تؤدي إلى زيادة في قوة الانتشار، تؤدي إلى إحداث حالة إمراضية جديدة، تؤدي إلى زيادة في النقولية وفي الإمراضية. فليس بالضرورة أن تكون الطفرة التي حدثت أو المتحور الذي حدث أضعف أو أقوى. يعني المثال دلتا كان قويا
أوميكرون أقل خطورة من دلتا. دعني أعطيك مقارنة بين المتحور دلتا والمتحور أوميكرون بلغة مبسطة. المتحور دلتا أو الفرق بين المتحور دلتا والمتحور أوميكرون أن المتحور أوميكرون يحتوي على 50 طفرة، منها 32 طفرة في البروتين الشوكي. المتحور والبروتين الشوكي هو الجزء الموجود على الخلية على الفيروس الذي يساعده على الالتصاق بالخلية، وأيضا هو الجزء الذي اعتمدت عليه الشركات في تصنيع اللقاحات. المتحور أوميكرون احتوى على 32 طفرة في البروتين الشوكي، فيعني هناك تغير كبير. أما المتحور أوميكرون أما المتحور دلتا احتوى من 10 إلى 12 طفرة موجودين في البروتين الشوكي. المتحور أوميكرون يحتوي على طفرة الهروب المناعي التي تساعد المتحور على اختراق جهاز المناعة ومعادلة الأجسام المضادة الناتجة عن الإصابة السابقة أو الناتجة عن اللقاح، فلذلك هو يمكن إصابة الأشخاص الذين أصيبوا سابقا والأشخاص الذين حصلوا على اللقاح أو على المناعة نتيجة اللقاح. فهو أيضا إذا نظرت لهذه النقطة فهي نقطة قوة وليست نقطة ضعف. المتحور نقطة قوة في أوميكرون، ولكن ما فائدة اللقاح إذن؟ فائدة اللقاح، اللقاحات لا ليست علاجات وليست مستحضرات سحرية، فهي لا تمنع العدوى 100%. فحسب آخر الدراسات اللقاحات الموجودة حول العالم تقلل من احتمالية الإصابة 5 أضعاف، وتقلل من احتمالية الدخول إلى المستشفيات 10 أضعاف، وتقلل من احتمالية حدوث الوفاة الناتج عن المضاعفات 11 ضعفا. فاللقاح هو ليس علاجا سحريا، فيمكن الإصابة ولكن تقل. فالنقطة التي يجب ذكرها أن آخر تقرير عالمي يقول أن فترة الحضانة للمتحور أوميكرون في بعض الأحيان تصل إلى 3 أيام، فأنت لديك فترة حضانة أقصر وسرعة انتشار ومقاومة للقاحات. لكن نحن حتى هذه اللحظة لا نستطيع الجزم بشدة الحالة المرضية الذي يحدث هذا المتحور، لأن نحتاج إلى المزيد من الوقت. حتى هذه اللحظة التقارير والأبحاث العالمية تقول أن الإصابات من متوسطة إلى خفيفة، لكن إذا حصل انتشار كبير فقد تزيد، يؤدي إلى أن وصول العدوى إلى الفئات ذات الاختطار العالي، وبالتالي قد ترتفع نسبة الإدخالات إلى المستشفيات. لكن الخطورة تكمن أن الشريحة التي يتعرض لها أوميكرون أعلى بكثير من الشريحة التي يتعرض لها متحور دلتا، لأنه يصيب الأشخاص الذين أصيبوا سابقا والأشخاص الذين حصلوا على اللقاح، فبالتالي قد تكون هناك إصابات بالآلاف، وهذا الرقم كبير جدا، يؤدي إلى ارتفاع أعداد المعزولين منزليا، وبالتالي يعطل من إدارة شؤون الدولة. هو إجمالا إلى الآن هو أقل وفيات من دلتا. نعم. بكثير. نعم. بكثير. دكتور نعود مرة أخرى دكتور منذر إلى الإجراءات التي اتخذت خلال العامين الماضيين لدينا في الأردن، لا أريد أن أتحدث عن العالم، كل دولة كانت تدير نظامها الطبي والوقائي من كورونا بطريقتها الخاصة. صحيح هناك بروتوكول عالمي أخذت في معظم الدول، ولكن كيف تقيم أداء حكومتين لدينا، حكومة الدكتور عمر الرزاز وحكومة الدكتور بشير الخصاونة الحالية، في إدارة ملف كورونا والإجراءات المتخذة للوقاية ومواجهة هذا الوباء؟ الحكومة الأولى أمننت كورونا حقيقة، جعلته قضية أمنية، وبالتالي شوهد الجيش، شوهدت الأجهزة الأمنية في الشوارع، استخدم كحالة مواجهة، كحالة حرب، في وقت لم نكن في حاجة إليه لهذه الإجراءات. تم تعطيل المجتمع، تم تعطيل الاقتصاد لمدة أشهر، كان لهذه أفقدت الاقتصاد جزءا من مناعته المستقبلية. كنا في البداية قد بحاجة فقط إلى أن نغلق المداخل البلد ونحجر القادمين بشكل عملياتي حقيقي، بعيد عن البهورة الإعلامية التي مورست في ذلك الوقت، وفنادق وسيارات وورد وكل هذا كان مدعاة للسخرية أكثر منه مدعاة لمحاربة فيروس كورونا. كل ذلك أدى إلى إضعاف مناعة البلد، إلى تقليل قوة الناس على التحمل. خرجنا من تلك الفترة بخسائر هائلة أدت إلى نتائج اقتصادية أضعفت من قدرتنا اللاحقة على مواجهة الفيروس، وربما زادت الأعباء المالية على الدولة. وتلك الفترة أنا برأيي يجب أن يجلس المجتمع الأردني والساسة الأردنيين ويحاكموها بعمق. الآن الحجة التي تقال عن تلك الفترة
أنها لم تكن هنالك خبرة بكورونا، كانوا لم يعني تكن هنالك معرفة جدية، ولكن كان يمكن يعني استشارة خبراء الأوبئة بشكل دقيق عن ماذا يمكن فعله. بتصوري كان تسكر هالباب وخلاص كفي، والمجتمع خلال تلك الفترة كان يمكن أن تضع ضوابط على حركته. ولكن رغم كل ما فعلنا لاحظنا أنه دخلت من الحدود، تذكر الأعراس، تذكر بدأت من سوريا، وبالتالي إجراءات متشددة فشلت في منع دخول الفيروس ومنع حصول جائحة كبيرة أدت إلى خسائر بشرية كبيرة. في اللحظة في الحكومة اللاحقة كان هنالك ارتباك حكومة، هذا الارتباك انساق على المستشفيات. لاحظ أنه لم نهتم جيدا خلال المرحلة الأولى من عمر الحكومة بالأدوات اللازمة لكورونا. إذا وجدنا، إذ لاحظنا أنه تذكر مستشفى السلط شو اللي حصل فيه، بعض المستشفيات كان تعاني من نقص الأكسجين، نقص أمير حمزة، نقص الكوادر. يعني كنا بأمس الحاجة إلى أطباء آي سي يو مثلا، كنا بأمس الحاجة لأطباء تخدير وأطباء إي أن تي، في تخصصات محذوفة من وجودها. يعني مثلا بعد ما يطلع المريض من الباي باب أو الفنتوليتر بدك تحطه تعمله تريكستومي، ما فيش، أو خزعة رغامية، أنبوب رغامي، مش موجود أطباء الأنف أذن حنجرة. أثناء بالمستشفيات لم يلاحق عدد الكوادر بشكل جيد اللازم. يعني أنا دخلت مستشفيات كورونا، أحيانا مستشفى يخدم بضع أطباء مقيمين ولا يوجد أخصائي جهاز صدرية أو جهاز أو آي سي يو خلال الدوام، وبالتالي قد تحصل هنالك أخطاء ومشاكل كبيرة. أيضا عدد الزوار الذي يزور المستشفيات والفيرال لود إذا يعرف الدكتور عالي يكون، بالتالي تم التدقيق على الشكل العام، لكن في التفاصيل الصغيرة كنا بحاجة، كان بحاجة إلى تطوير، وفشلنا ببعض النقاط المهمة. بالإضافة إلى أنه المطعوم حقيقة أنا لا أستطيع أن أنكر أنه الدولة وفرت المطاعيم وبأماكن ممتازة. أنا رحت هذيك اليوم طعمت الجرعة الثالثة، كانت ممتازة، لكن سمحت للرواية السائدة برواية المؤامرة أن تطغى. لم تعاقب أو لم تقف موقفا جادا من الناس اللي يروجوا فكرة التآمر وفكرة، لأنه هذول يؤذوا المجتمع، هذول يعني يقتلوا المجتمع. نعم. أنا كنت منذ البداية من أنصار إلزامية اللقاح منذ اليوم الأول. إذا كانت مشكلتنا بالحرية هي اللقاح فشكرا، إحنا مسامحينهم بهذه الحرية. إذا كانت الحرية تتوقف عند اللقاح إحنا مسامحينهم بهذه. إحنا كان ممكن نتنازل عن حريتنا باللقاح مقابل يعطونا حريات أخرى، هذا لم يحصل ولن يحصل. بالتالي ما حدا يزود علينا أنه هذا ضد حقوق الإنسان. في أشياء، في قائمة طويلة من حقوق الإنسان مهدورة، في قائمة تضعنا على كل القوائم السوداء. بالتالي عملية التذرع بأنه هذا ضد الحقوق، لا لا، أنا أقولهم خذوا راحتكم، إضافة شيء جديد لن 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 يضيركم أبدا. أنا ولازلت أدعو إلى أنه الآن الجرعة الثالثة تقي كما تحدث الدكتور من نسبة عالية من الإدخالات في المستشفى مع أوميكرون. بالتالي حث المجتمع على الأخذ إليها لا يجب أن يكون بطريقة ناعمة، يجب أن يلزم الناس بالذهاب. يعني أنت قبل شوي تحدثت عن عسكرة الإجراءات الحكومة الأولى، الآن تريد أن تعسكر الإجراء؟ لا لا، بالنسبة لموضوع أوميكرون أستاذ رجاء، عسكرت، أنا كنت أقصد جعل الكورونا قضية أمنية لغايات سياسية، هذا ما حصل فعلا وهذا ما حصل حقيقة. أنا أحكي الآن في الإطار السياسي، إلزام الناس إلى الذهاب إلى اللقاح ويأتي في الإطار الحقوقي. يعني ممكن واحد يقول لك هذا يتعارض مع حقوق الإنسان، أوكي هذا قد يكون مشروعا، لكن إذا كان هذا الإلزام سوف يحفظ حياة الناس وأمنها واستقرارها. يعني قديش عائلات فقدت مصدر رزقها لما يقال لك 54% من الشباب عاطلين عن العمل،
شو معنى ذلك؟ بدك تحكي أنه زادت نسبة اللي قاعدين ببيوتهم واللي عيلوا عائلات ولم يستطيعوا إعالتها، زادت بنسبة كبيرة، وهذا يؤدي إلى مشاكل بالتغذية، مشاكل بالنمو، مشاكل بالتعليم، مشاكل يعني أنا سببت مشاكل أمنية، مشاكل أمنية، لأنه هذا سوف يؤدي إلى انفجار اجتماعي بالنهاية يخلق مشاكل لا يمكن مقاومتها. وانت شايف المجتمع قديش الأردني صار يتحثث ببعضه، يعني يجي عليك بده يعمل معك مشكلة لأنه بده يفرغ همه فيك، لأنه مشاكله كثرت، وبالتالي بحاجة إلى أن يفرغ الهم اللي هو فيه بالآخر الأردني، وهذا يؤدي إلى مشاكل. يعني إحنا قاعدين نتمسك بظواهر الأشياء، القوانين موجودة، أوامر الدفاع موجودة، ولكنها وضعت على الورق ولم تطبق إلا فيما يخدم الدولة في كثير من الأحيان. لم توجه الوجهة التي تحمي صحة المجتمع بشكل كامل. أنا حطيت عاقب الناس اللي ما يلبسوش كمامة، حطيت اللي ما يروحش على اللي ما يتلقح ما يروحش على الدوام، لكني ما طبقته. وسمحت بنفس الوقت للي يجيب شهادة مزورة، ويبيع الشهادات صار أمر طبيعي. بيع شهادات اللقاح، يعني أنت تحكي بدك تحكي كم مليون إحنا لقحنا، بدك تشيل نسبة معينة هذول أخذوهم بالزور والبوتان. بالتالي إحنا بحاجة إلى تطبيق القوانين بحذافيره حتى نستطيع أن نضمن عدم انتشار أي مشكلة، أن الإجراءات ستؤدي إلى نتائج إيجابية. بالضبط. دكتور، ما رأيك؟ هل أنت أيضا يزورك بالعيادة لربما الكثير، العشرات أو المئات من المواطنين بالإضافة لزيارتك للمستشفيات، هل الآن وصلنا على تعقيبا على كلام الدكتور إلى جاهزية عالية لكي نعالج يعني ما الإدخالات التي تحصل للمصابين بكورونا؟ أولا سيدي، النظام الصحي الأردني هو نظام قوي، من أقوى الأنظمة في الوطن العربي، فهو نظام متعدد الرؤوس ونظام متشعب، لدينا قطاع عام، قطاع خاص، قطاع عسكري، قطاع جامعي، لكن الإدارات التي تدير هذا النظام ضعيفة. فأهم نقطة في إدارة أزمة كورونا هي التقليل من أعداد الوفيات، فأرقام الوفيات مرتفعة، والسبب كما أؤيد الدكتور في أن ديمومة العمل في المنشآت الصحية ومتابعة ديمومة العمل هو أمر مهم جدا وفي غاية الأهمية. فالإخفاقات التي حصلت في إدارة ملف كورونا في المرحلة السابقة يجب أن يتحملها المسؤولين الصحيين، يجب عليهم كان أن يتركوا مكاتبهم ويتفقدوا المستشفيات الميدانية، يتفقدوا جاهزية المستشفيات، يهتموا بالكوادر الطبية، الأطباء، التمريض، الصيادلة، المهن الطبية المساندة، وليس فقط الاجتماعات والحديث على وسائل الإعلام. اسمح لي دكتور، هذا ما كان يجب أن يحصل، لكن يجب أن يعمل. أنا أسألك الآن بحكم مشاهدتك وتلمسك للواقع في مستشفياتنا. نعم، الآن يجب اتباع ما يحدث في العالم من خلال تطوير البروتوكول الطبي، تطوير الإجراءات الطبية. كما نعلم قد تحدث إصابات بأعداد كبيرة، يجب تثقيف المواطنين، توعيتهم. أنت الآن نبدأ بإجراءات في العام المقبل بفرض اللقاح، فيجب إيصال رسائل توعوية تثقيفية للمواطنين. كما ذكر الدكتور أن هناك العديد من الإشاعات التي تشوب الآن عملية التلقيح ومنتشرة في المجتمع الأردني، الذي سمح بانتشار هذه الإشاعات هو الفراغ الموجود من الإعلام الصحي الأردني. لو كان هناك إعلام صحي قوي، رسائل توعوية قوية، رد على المواطنين واستفساراتهم وتطمينهم وإيصال الرسائل التوعوية، لما سمح لانتشار مثل هذه الإشاعات بالمجتمع الأردني. فالذين يديرون ملف كورونا في هذه المرحلة هم ضعفاء، يعني لربما، ولكن بالأغلب هناك تخوف من قصة المطاعيم بشكل عام. يعني هذه ثقافة، أنا لا أدافع عن من يروج لنظرية المؤامرة، ولكن الحالة جديدة، كورونا جديدة، حتى الإنفلونزا، ثقافة أن تأخذ مطعوم إنفلونزا السنوي الموسمي إلى الآن ليست منتشرة بالأردن. فلا يجب، يعني أنا أرى أن لا يجب أن نبالغ في مسألة أن هناك خطاب مضاد. إذا بتسمح لي دكتور، بس أنا لكي نبقى بذات الموضوع ونغنيه، هل هناك بتقديرك
ممكن يكون رابط بين زيادة الإصابات مع الموسم الشتوي. يعني بتجربتنا خلال العامين الماضيين كانت الإصابات ارتفعت بشكل كبير جدا في العام الأول من كورونا، وها نحن الآن يعني دخلنا العام الثالث عمليا، انتهينا من العام الثاني والآن بدأت تزداد. صحيح أوميكرون قد يكون أحد الأسباب أو دلتا أو خلافه، ولكن هل هناك رابط علمي أم هي مصادفة؟ نعم، أولا سيدي في الموسم أو في هذا الموسم في فصل الشتاء ترتفع فيه نسب الإصابة بالفيروسات التنفسية، وكما نعلم السبب يعود إلى قلة التهوية في المناطق المغلقة وبقاء الأسر في المنازل لفترات أطول، ففي هذه الفترة يزيد احتمالية ارتفاع الإصابة بالفيروسات التنفسية. وأيضا كما نعلم أن 85% من المصابين بفيروس كورونا قد لا تظهر لديهم أعراض، ولكن إذا التقى على الجسم البشري فيروسان أحدهما كورونا هؤلاء الأشخاص يسعلون ويعطسون، وبالتالي تنتشر العدوى بشكل أكبر. ففي فصل الشتاء معروف أنه ترتفع نسب الإصابة بالفيروسات التنفسية كورونا والفيروسات الأخرى. طيب يعني ننتقل إلى نقطة أخرى ثم سأعود إليك دكتور. عدد وفيات مهول في الفترة الأخيرة تحديدا خلال الشهرين الماضيين، يعني ما هو التفسير العلمي لهذه الوفيات؟ حكيت لك أولا المستشفيات جيدة، تجهيزاتها ممتازة. خليني أنا أحكي، أنا خلال الفترة الماضية حكم ملامستك للواقع عايشت وفاة عمي وزوجته، وكنت معهما أزورهم بلبسي طبعا المكتمل بالمستشفى. في تجهيزات ممتازة، في مستلزمات ممتازة، في كادر تمريضي ممتاز، خليني أنصف الآن، في كادر طبي موجود، وفي اختصاصيين يجوا بار تايم ماشي الحال، لكن في أشياء ناقصة أو مش مكتملة. وهي مثلا أنا كنت أحكي مع أحد الاستشاريين زي ما حكيت لك، طبيب أخصائي أنف أذن حنجرة مش متوفر دائما وباللحظة بالتو اللحظة اللي تحتاج مفاغرة أو تعمل. اثنين طبيب آي سي يو اختصاصي آي سي يو موجود، ولكنه ما بيقدر يغطي كل هذا العدد الكبير من المرضى. ثلاث الأطباء أغلبهم مقيمين، مقيم يعني شو، شاب صغير متخرج جديد، ما فيش سينيور واحد انترنست موجود بشكل دائم على كل طابق، في واحد يلف على كل المستشفى جوز دكتور عارف هذا، فيش مثلا معالج تنفسي على مستوى هائل كبير، في واحد اثنين يغطوا المستشفى، هذا لا يكفي، هذا عدد قليل بالنسبة لما ما اعتبرنا دكتور انه خلال العام الماضي نوجد كوادر جديدة نعمل دورات ما بعرف هو الحديث، يعني هذا قصور بالوزارة، الحديث انه عينوا ناس كثير، ولكن يبدو انه المستشفيات اكبر من طاقة التعيينات. بالتالي أنا أعتقد إذا بدنا نقلل الوفيات بدنا نعمل quality of care أحسن من هيك بطريقة واضحة، بدنا نحط كرايتيريا واضحة وغايدلاينز ينمشي عليها بالنسبة لعدد التمريض مريض، عدد المرضى تمريض، عدد المرضى أطباء، عدد المرضى أخصائيين، يعني كل عدد مرضى لازم يكون له عدد معين من الأخصائيين، مستوى توفر هذول الأخصائيين، مستوى توفر العزل ومنع دخول الزوار. المشكلة أنه على مداخل المستشفيات تجد حرب شعواء حرب شعواء، تجد تخيل أنه باب المستشفى فيه قوات أمن مشان تمنع الناس ما يدخلوا، ومع ذلك المشكلة المجتمع غير متقبل أنه هذول الناس هم معزونين، وتلاقي يفوت إذا فات غصبا عن الكل، طبعا خلينا نحكيها بالمشاربة الآن، يفوت يوقف على الباب تلاقي حوالي 100 واحد واقفين على الباب بدون يفوتوا. طبعا هذا التجمع هذا تجمع، التجمع هذا يرفض أنه يرتدي الكمامة ويرفض أنه يعترف أنه هذا مستشفى أمراض معزولة ومحجورة ومش لازم يفوت عليه، ومع ذلك يلاقي 100 وسيلة أنه يدخل. تدخل المستشفى هذول الناس غير ملتزمين باللبس، طبعا هو يتنقل بمستشفى الفيروس فيه عالق في كل مكان، وبالتالي لما يدخل هذا قد يرفع نسب الوفيات، طبعا لما يدخل بأواعيه وبراسه وشعره مليان فيروس بده يزيد الفيروس لود على المريض، الحمل الفيروسي على مريضه هو، وبالتالي هذا يساهم في زيادة خطورة الحالات. أنا بتصوري الردع مش المنع، هلا فكرة المنع لحالها الردع، معاقبة كل من يحاول دخول مستشفى كورونا معاقبته،
لأنه هذا الكلام يسيء إلى الكادر، بيقول لك أنا مش مأمن عليهم. لا، هذول شباب أردنيين، ناس عندهم أخلاقهم، عندهم قيمهم، وأنا شفتهم يعملوا باجتهاد لا حدود له، وإرهاق من كثرة الوضع الممرضين. المستشفيات كورونا بالدولة بالحكومة يعملوا الأطباء بالأطباء المقيمين الموجودين، يا أخي انتحاريين، ترفع لهم القبعات بكل ما بنقدم لهم التحية من على هذا معنى الكلمة. ولكن يبدو أنه في نقص بالكوادر اللي حكيت لك عنها. إذا بدنا نحسن الرعاية، بتصور أنه بحاجة يجلس الدكتور الطراونة مع الدكتور دكاترة وضع خطة صدرية، يقدروا يضعوا خطة كيف إحنا نحسن. بدنا أولا نعترف بالمشكلة ونزيد الكادر. الإنكار ما بيفيدنا. الإنكار أنه والله ما في مشكلة، لا، في مشاكل ما نقدرش ننكر، وهي موجودة في حتى بالقطاع الخاص، بالمستشفيات الحكومية موجودة، وحتى بالقطاع الخاص، وهي ليست مسؤولية واحد بعينه. هي مش مسؤولية أحد بعينه، لا وزير ولا مدير، مسؤولية مشتركة. هي مسؤولية مشتركة. نتيجة تواجد أجهزة بيروقراطية عفى عليها الزمن لا تريد أن تطور. خلينا أعترف لك يا أبل، في بالأجهزة الحكومية ناس والله لو تجيب لهم نبي جديد غير يظلوا يوقفوا بوجهه. نبي بده يحسن غير يوقفوا بوجهه. بالتالي بدها شغل من الجميع هذه، بحيث أنه يتم تحسين وتطوير الأداء بشكل يتناسب مع المعايير العلمية الحقيقية. لأنه للأسف الشديد مع كثر حالات كورونا يصابوا التمريض والأطباء بالإجهاد النفسي. هذا بعد آخر، بالإجهاد النفسي، وصير عندهم زي سايكولوجيكال تروما، عارف، يقول لك ما أنا أتعب فيه ويموت، أتعب 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 أتعب، وحطه على المنتليتر وعاير له بوتاسيوم وكالسيوم وعطيه أكتيمرا وعطيه 100 كورتيزون، وبالأخير يموت. شو أنا استفدت من تعبي مع تراكم الحالات وعدم معالجة هذول نفسيا، أنه لا، هاي الحالة قد تختلف عن تلك الحالة، يصير عندهم كل المرضى اللي يدخلوا بدهم يحصلوا على نفس النتيجة اللي هي الموت، وبالتالي بالذات الكريتيكال كيس. خلينا نحكي عن شغلة ثانية. الحالات اللي تيجي على المستشفى غالبا عولجت من قبل القطاع الخاص في جزء كبير منه غير كفو. يوصلوا الحالات لمرحلة كريتيكال. قصدك دكتور في المنازل؟ في المنازل. المنازل، لا آسف، هذا العلاج المعذرة. في المنازل، يعني في مجموعة من الزملاء الشباب الصغار مسكرين مجموعات تشرف على الحالات بالمنازل، وهي مشكلة يعطوا أدوية غالية، وأنا جتني منهم وهم أطباء عامين في جزء منهم، أدوية غالية يعني أنا بقدر أوصفها أنه في فترة من الفترات منازل الأردنيين تحولت إلى مستشفيات. خلينا أوصف لك إياها، لأن أنا صار عندي اطلاع فيها، وهي تكلف الأهل آلاف الدنانير. لما يوصلوا على المستشفى يوصلوا مستوي تماما، في مراحل خالص خالص. يجيك على المستشفى بس ظل عليه نقطة الموت بس، وهذا خطأ كبير. يجب على الدولة أن تضع ضوابط لهذا القطاع اللي يعمل بدون معايير معايير طبية. هذا قطاع غير منظم، هذا مش منظم، وهذا قاعد يمارس عملية استغلال للناس ويمارس عليهم عملية ابتزاز أحيانا. نعم صحيح. فبالتالي أنا أدعو الدولة والحكومة والوزارة ووزارة الداخلية بالدرجة الأولى أن تتنبه لهذه المشكلة، لأنها حقيقة مشكلة خطيرة، وأصبحت تجارة. تجارة يا تجارة على الكورونا، تجارة على ناس قاعدين، يعني فقراء أحيانا، فقراء والله. في ناس يبيعوا سياراتهم مشان يشتروا أدوية من الأدوية الغالية، والمشكلة جريئين، والأدوية يمنع أن تعطى هذه الأدوية إلا داخل المستشفى وإجراء فحوصات وتحت إشراف طبيب أخصائي. في بعض المرضى أعطيوا نقل دم داخل المنزل، وبعض مرضى أعطيوا أدوية مضادات فيروسات داخل المنزل، وبعض مرضى وضعوا على أجهزة خطيرة داخل المنزل ووصلوا إلى المستشفى في مراحل متأخرة، مما أدى إلى وهذه أحد الأسباب، وقد كتبت فيها كثيرا. طيب، هذا الموضوع أن بيوت الأردنيين تحولت إلى مستشفيات. صحيح، لعدم وجود رقابة. طيب يا دكتور، خلينا يعني استكمالا لما تفضل به الدكتور منذر، السؤال أيضا إليك. كنت سأسألك عن بعد آخر. أولا، هذه الحالة المنفلشة أو اللي لا رقابة عليها من الأطباء، القطاع اللي حكينا عنه، قطاع التمريض أو الطبابة بالمنازل، ألا توجد نقابة؟ ألم هؤلاء أليسوا معروفين لدى النقابة أنهم يمارسون هذه المهنة؟ يعني هذا مهم، أين دور الرقابة؟ سواء الصحة أو النقابة، هذا واحد. اثنين، الدكتور مدر تحدث عن بعض القضايا المتعلقة
بالأسباب التي أدت إلى زيادة الوفيات. ألا ترى أن البروتوكول العلاجي أيضا قد يكون هو سبب من أسباب الوفيات، تزايد الوفيات؟ أولا دعني أوضح النقطة التي أدت إلى هذه الحالة، وهي عدنا إلى النقطة الأولى وهي الإشاعات والشائعات. هناك إشاعات كبيرة أن من يذهب إلى المستشفى هو الحتمية الوفاة، فلذلك هنالك تخوف لدى الأردنيين من الذهاب إلى المستشفيات، فيلجؤون إلى الطبابة في المنازل، والطبابة في المنازل هنالك أخطاء كبيرة تحدث نتيجة عدم الاختصاص. فلذلك نحن نذكر دائما أنه يجب على السلطات الصحية أو المسؤولين تحديث البروتوكول العلاجي، وأن يكون هذا البروتوكول العلاجي موضوع ومتاح للجميع للاطلاع عليه. نعم. طيب يعني أين لنتحدث بالتفاصيل؟ أنا أود أسألك، هل جرعات الكورتيزون التي يأخذها مريض الكورونا هي سبب من هذه الأسباب؟ وحسب ما سمعت وعلمت من بعض الأطباء أن الدوز تبع الكورتيزون أعلى بكثير، وبالتالي يقوم هذا الوضع بضرب جهاز المناعة مما يؤدي إلى أنه المريض تنتكس حالته. أولا الكورتيزون يعطى في البروتوكول العلاجي في كل العالم بناء على دراسة أجريت ودراسة موسعة من قبل منظمة الصحة العالمية تسمى سيرفي ستادي، وهذه الدراسة أثبتت أن الأشخاص الذين أصيبوا بالالتهاب الرئوي وأدت إصابتهم إلى حدوث نزول في الأكسجين، إذا أعطيوا الكورتيزون بجرعات يحددها الطبيب المختص وفي الوقت المناسب، يقلل من احتمالية وصولهم إلى أجهزة التنفس الاصطناعي، وهذه دراسة مثبتة علميا. لكن النقطة الحيثيات في إعطاء الكورتيزون، هنالك مرضى يعانون من ارتفاع سكر الدم، ومرضى يعانون من ارتفاع ضغط الدم، فيجب أن يكون هنالك معيار ومؤشرات لإعطاء الكورتيزون لكل مريض على حدة. ليس كل المرضى يعطوا نفس الجرعة، هنالك مرضى يعانون من أمراض مزمنة وكامنة، يجب تعديل الجرعات إذا احتاجوها في هذه المرحلة. فلذلك كما ذكر الدكتور أن الإشراف على هذا، إدارة هذا البروتوكول من قبل طبيب مختص لديه دراية بهذا الأمر، وأيضا هنالك مرضى يحتاجون إلى متابعة من قبل 5-6 أطباء اختصاص. مريض لديه مشكلة في عضلة القلب، لديه عدم انتظام بالسكر، مريض لديه مشكلة في التروية في الأطراف، مريض أصيب بعلة أخرى بحاجة إلى متابعة من قبل الاختصاص. فالأمر ليس فقط كتابة الأمر على الأوردر أو الأمر على الملف ومن ثم المغادرة، الموضوع يحتاج إلى المتابعة، فالمتابعة أهم نقطة في التقليل من عدد الوفيات. إذا كنا نعاني من مشكلة في أطباء الاختصاص، وهذا أمر موجود في كل العالم، يمكن تخفيف من هذه النقطة عن طريق تدريب الكوادر الطبية وتأهيلهم من قبل أطباء مختصين لتوسيع الدائرة والإشراف عليهم، يمكن الإشراف عليهم من بعد عن بعد. فقد قدمت اقتراح أيضا، وهذا الاقتراح لدى وزارة الصحة، منصة، هذه المنصة اسمها منصة يجتمع فيها الوزير مع مدراء المستشفيات عن طريق الاتصال المرئي والمسموع. يمكن استعمال هذه المنصة وربط مستشفيات الرئيسية بالمستشفيات الطرفية واستشارة أطباء الاختصاص عن بعد، إذا كان مريض موجود في الكرك أو مريض موجود في إربد، فيمكن التواصل مع طبيب في مستشفى الأمير حمزة باتصال مرئي ومسموع لاطلاع على فحوصات المريض، على بيانات المريض، وهذا موجود في كل العالم، هو التليميديسن موجود في كل العالم، فيمكن استخدام هذه هذا الإجراء. لكن يجب أن تكون هنالك لجنة علمية استشارية مختصة تضع مثل هذه التوصيات وتضع مثل هذه الآراء وتتابع ما يحدث في العالم. أما يعني إحنا يعني دكتور بعد عامين من كورونا إلى الآن لم نعالج المشاكل الأساسية، يعني الجهوزية التي تحدثنا عنها ليست يا دكتور بندر جهوزية أجهزة أو جهوزية أدوية، إنها جهوزية كادر بشري. نعم. مهني وإدارة بالإضافة للإدارة بعد عامين، هذه انتكاسة كبيرة. خليني أحكي لك جزء من الحقيقة. تفضل. العنصر المختص فضل الكسب من الخارج.
يعني هاي مسألة أربح له كثير برا. هذه مسألة أخلاقية. الأربح له للأسف إنه كورونا كمان كشفت عن ثغرات أخلاقية بالجهاز الطبي. نعم. يعني مثلاً واحد يطلع بعيادته الخاصة باليوم 1000 دينار بفترة هاي، ليش أروح أخذ 2000 دينار بالشهر؟ نعم. طالما أنا أطلعهم ب1000 دينار. نعم. هذا كمان عائق. العناصر الاختصاصية بالبلد مش كثيرة. نعم. والكلمة اللي حكاها الدكتور إنه ندرب الكوادر هي كانت حل جوهري، ولكن هاي بحاجة إلى وقت. أظني إنه بعض اختصاصيين تدربوا حالهم واستفادوا وصاروا يعملوا هم الأشياء اللي بحاجة إليها المرضى بالمستشفى، ولكن هذا يعني بحاجة إلى إعادة نظر مدى حجم ودقة هذا التدرب، هل هو كافي حقيقة. في أشياء أخرى مثلا الضوابط التي توضع على صرف الأدوية. مثلا كل مرضى الجهاز الفنتوليتر يصير عندهم فنجل انفكشن، التهابات فطرية. نعم. وزارة الصحة مختلف عن القطاعات الأخرى، ما بتقدر تكتبها إلا بطبيب اختصاصي جهاز أخصائي أمراض التهابية. هذا قد يضيع يوم أو يومين، يجب أن يعطى مثلا في أخصائيين صدرية بوزارة الصحة وممتازين ولديهم الكفاءة والملاءة أنهم يكتبوها، ولديهم المقدرة على تحديد الاستطباب الحقيقي لاستخدامه، وبالتالي هم أخصائيين قادرين على كتابة هذا. بده أحيانا يضطر يستنى يوم كامل لمريض عنده التهاب فطري بالرئتين، بده يستنى يوم كامل لحتى يجي الطبيب الأمراض الالتهابية ويكتب تلك الأدوية، وهذا يضيع فترة من الوقت قد تكون تسبب مشاكل. لو تعطي الصلاحية أو البريفليج لهذا الطبيب الاستشاري الصدرية أنه يكتب هذه الأدوية يوفر وقت كثير، وهو ليس بأقل خبرة من أخصائي الأمراض الالتهابية. في مشاكل تقنية صغيرة ترى. نعم. مشاكل ولكنها تسبب هاي يجوز الجهاز السياسي لا يعلم فيها، لانه هاي مشاكل اداريه مستدامه بوزارة بالجهاز الحكومي، انه هذا الدواء ما بيكتبه الا فلان الا واحد معين، بالتالي خلص راحت ابديه لمين ما يغيرها. يعني لا يوجد مرونه في التعديل. المرونه هي بيروقراطيه. الان نتكلم عن اصلاح اداري دوله الرئيس شكل لجنه. ان شاء الله خير. ان شاء الله ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. زي الاصلاح السياسي بالضبط. خلينا بالاصلاح الطبي احنا افضل. اللي الان يعني السؤال، تحدثت عن البروتوكول الطبي دكتور، قلت يجب تطويره بأي اتجاه؟ يعني ما هي لنكون شفافين، يعني ما الذي ينقص البروتوكول العلاجي بمستشفياتنا لمريض الكورونا؟ سيدي البروتوكول العلاجي يجب أن يكون في تحديث مستمر، كل ما يحدث في العالم يجب أن تكون اللجنة الآن باللحظة عند أسبوت إذا بدنا نطوره شو ممكن نضيف وبحكم خبرتك. نعم. وتخصصك. آخر التحديثات العلاجية مضاد الفيروسات الذي تم اعتماده في المملكة المتحدة اليوم. أعتقد أنه تم الإعلان أنه شو اسمه؟ مضاد الفيروسات الذي تم الإعلان عنه كأحد العلاجات التي يعطى في بداية الإصابة في أول 7 أيام، ويقلل من احتمالية الدخول إلى المستشفيات، ويقلل من ويخفض نسب الوفيات. فاعتقادي أن هذا الدواء لفايزر. فايزر وهناك أحد الأدوية لشركة بريطانية ميرك. أعلنت قرأت أنه سيكون موجود في 1/3. هلا جابوا من الفايزر، اخذوا الفايزر في كميه يعني. سيصل في 1/3 انا قرات اليوم. اظن من الدفعات الاولى راح تصل في 1/3. انا سمعتها وانا جاي على فكره. بس ما يعني وانا يعني جاي بالطريق انه وصوله سمعت، كنت على نشره اخبار فسمعته وما تحققت من الخبر، بس الأردن تعاقد على دفعة من هذا الدواء. طيب أول دفعة ستصل في 1/3. احنا نعتبر أنه مجرد ما أقرت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية هو يعني صالح. نعم. يعني استخدام طارئ. استخدام طارئ يعني تماما مثل قضية اللقاحات. نعم. استخدام طارئ إشراف بأمر من طبيب مختص. نعم. وأيضا هناك العلاج البريطاني الذي تم في علاجات وهناك أيضا علاج الذي يعطى ما يسمى بخليط الأجسام المضادة. هناك بروتوكولات يتم تحديثها، وهذا العلاج اعتمد في دول عربية مجاورة أيضا، ولكن كما نعلم أن تحديث البروتوكول العلاجي لدينا
مع الأسف بطيء. يقال أنا يعني السؤال موجه لكم الاثنين، يعني يقال إنه الأجسام المضادة، العلاج بالأجسام المضادة هو الأكثر نجاعة إلى الآن، ولكن كلفته عالية. ما بعرف إلى أي مدى العلاج، هذا العلاج أو ما يسمى بمزيج الأجسام المضادة هنالك مواصفات وشروط لإعطاء هذا العلاج. أن يكون في بداية الإصابة، وأن يكون الإصابة من متوسطة إلى خفيفة إلى متوسطة، لا يعطى للمراحل المتقدمة، لا يعطى للموجودين على الأجهزة التنفس الصناعي. فالقرار بإعطاء هذا العلاج يحتاج من أخصائي، من طبيب مختص في هذا المجال، حتى يستطيع التصنيف لمن يعطى هذا العلاج. لكن هو ثمنه مرتفع فعلا. هل هو متاح لدينا بالأردن؟ متاح في دول عربية ليس. لا لدينا ممنوع. لا مش ممنوع. وشو السبب انه مش موجود؟ انا ما عندي فكرة ليش. ليش دكتور ما بتخصص؟ ما عنديش فكرة. يجب أن يكون هنالك توصيات من اللجنة للحكومة بإحضار هذا العلاج. إحنا لجنة الأوبئة مش موجودة الصفات، وعندنا مركز الأوبئة ما بنعرفش يعني. سيدي النقطة التي ذكرها الدكتور وأنا أكررها، المشكلة مشكلة إدارية. هنالك قرارات يجب أن تكون هذه القرارات متخذة في وقت المناسب، في الوقت المناسب. التأخير ليس من الصالح العام. نعم. كما ذكرت لجنة الأوبئة. نعم. المركز الوطني للأوبئة. نعم. لجنة تقييم الوضع الوبائي، المستشار رئيس الوزراء لشؤون الأوبئة، يعني مسؤول ملف تعدد كورونا. المرجعيات ولا قرار، يعني البيروقراطية تزداد نموا وتكاثرا، أليس كذلك دكتور؟ نعم، كثر الطباخين يخرب الطبخ. المسؤول الأول والأخير دستوريا أمام وزير الصحة. وزير الصحة. نعم. نعم نعم. الآن لربما يكون هذا هو السؤال الأخير، لأنه هو في أسئلة كثيرة للحقيقة. اسألها نجاوب عليها بسرعة. بس مش عارف يعني قديش معنا وقت. تفسير علمي، ما هو التفسير لشخص أخذ 3 جرعات، جرعتين أساسيتين ومعززة، و برضو أخذ كورونا ومرض؟ أجاوبك يعني عليها. تفضل. هلا العلم ما قال إنه اللقاح يمنع أنك تصاب بالفيروس، ما حدا حكى. هو يخفف من دخول المستشفيات، يقلل الحالتين الخطيرات، الحالة الحرجة والحالة شو سموه الحالة الأخيرة، المالتي أورجن فيلر، والأشياء الحالة متعددة الفشل للأجهزة، هذولا أو مرحلة الموت. يعني لما تعطي يقلل بنسب عالية جدا. إنما الإصابة موجودة هسه العالم، بأوروبا مئات الآلاف من الإصابات. هل يعني هذا فقط أن أوميكرون خفيف؟ لا، قد يكون بأنه 77% من القارة الأوروبية تلقى المطعوم، وبالتالي لا نستطيع أن نعتمد على أنه هو بذاته خفيف. لا، ما بنقدر نعتمد. الآن جزء كبير من المجتمعات الأوروبية تلقت المطعوم، وفي جنوب أفريقيا كانت العينة عينة شباب. بالتالي الآن يبدو أنه التحايل على المطعوم مش كلي، يعني في نسبة كويسة من اللي تلقوا الجرعة الثالثة يستجيب لها اللقاح، ولا تؤدي إلى إدخال المريض المستشفيات. بالتالي فكرة اللقاحات لا تزال قائمة. لا احنا ما بنحكي انه انت يعني يجب ان نستغنى عن، اذا سمحت لي دكتور، اللي بقصده انه طالما هناك لقاح اذا يجب ان يبني جسم مضاد، اجسام مضاد، والا ما فائده اللقاح؟ سيخفف حتما اذا وجدت اجسام مضاده. يقال ان الاجسام المضاده لاي لقاح لا تقل عن 6 شهور. نعم، 6 شهور. يعني اذا في ناس اخذوا اللقاح بعد 2 أو 3 أسابيع أصيب مرة أخرى. يعني هناك حدة الإصابة كانت خفيفة، ما كانتش حدتها كبيرة. تفضل. دعني أفسر ذلك علميا. لا يمكن اختزال جهاز المناعة بالأجسام المضادة فقط، هنالك المناعة الخلوية والخلايا التائية والخلايا البائية. هذا النقطة المهمة، أن كما شاهدت أن وأنا أعمل في الميدان وألاحظ أن الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح والأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح، هناك فرق كبير في العلاج والاستطباب. فالأشخاص الذين حصلوا على اللقاح تكون إصابتهم أقل من الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح. فآخر قال
فآخر تقرير لشركة فايزر عن أن لقاحها بعد الجرعة الثالثة فعال بنسبة 70% للمتحور أوميكرون. هذه آخر يعني رأي عالمي. لكن كما ذكر الدكتور أن اللقاح ليس علاجا سحريا، هو يقلل من شدة الحالة المرضية التي يحدثها وبالتالي تقل الضغط على المنظومة الصحية. فنقطتنا مهمة، تقليل الضغط على المنظومة الصحية حتى نستطيع تقديم رعاية مثلى للمدخلين في المستشفيات وبالتالي تقليل عدد الوفيات. سيدي يعني احنا تقريبا داهمنا الوقت، ولكن هناك حاجة لأن أسأل السؤال الأخير وأرجو الإجابة عليه بسرعة إذا سمحت. أيضا دكتور المنذر، ألم يعني يحن الوقت لكي نقوم بدراسة إحصائية لفعالية المطاعم التي تناولناها بالأردن؟ يعني أخذنا فايزر، أخذنا استرازينيكا، أخذنا سينوفارم، أخذنا سبوتينيك في. لماذا لا يتم تقييمها وتقييم فعاليتها؟ أعتقد أنه فيه، بس يبدو أن السياسة إخفاء النتائج، يبدو أن السياسة دخلت بالموضوع لأنه في بعض اللقاحات أثبتت فشل ذريع. وبالتالي هذا الفشل الذريع لو أعلن سيكون له نتائج سياسية، وبالتالي أبقيها في الخفاء يا سيدي. دكتور بس بدي ألاح الأردن. خلينا أكون منصف، أنا دائما من الدول فيها شفافية على فكرة بالإعلان عن الإصابة بكورونا. في بعض الدول العربية الكبيرة تخيل أنه بعدها عشرات الآلاف، يعني في دول عربية بالملايين عدد سكانها ولا يزال تعداد الإصابات فيها بسيط جدا، يعني لا يعبر عن الحجم. يبدو انه الشفافيه تتناسب طردا مع عدم عدد حالات الاصابه بكورونا. نعم، انا عطفا على اجابتك دكتور، انا لا اريد التشهير باي نوع من انواع المطاعيم، على الاقل الدوله تتخذ قرار بانه هذا المطعوم او هذا اللقاح أثره في بناء أجسام مضادة أو تأثيره على جسم ضئيل أو بسيط أو فاشل. في المجتمع في قناعة أنه بعض اللقاحات أنا بدي أروح أخذها لأنها ما تعطينيش أعراض شديدة. المؤسف أنه هاي اللقاحات لم تثبت جدوى وفعالية كبيرة في منع الإصابة بالمتحورات. ومع ذلك إصرار المجتمع على تلقيها حتى لا يشكل معضلة ضد إيقاف هذه اللقاحات. نعم دكتور، تعليقا نعم، هنالك لقاحات فعاليتها وكفاءتها قلت بسبب انتشار المتحور دلتا، والآن بسبب المتحور أوميكرون، فيجب مراجعة مثل هذا الأمر. لكن أريد أن أنوه لنقطة مهمة جدا. نعم. وهي دائما أقول النظام الصحي الأردني قوي، فلقد مررنا بثلاثة موجات ولم ينهار النظام الصحي كما حدث في دول عديدة من العالم. نعم، ولكن بحاجة إلى تطوير إداري. نعم نعم. أعزائي المشاهدين، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. الحقيقة الأسئلة كثيرة والحوار شيق، ولكن الوقت يعني يفرض قانونه علينا. نلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله من برنامج من هنا. إلى اللقاء. Yeah.